تعالوا نروح للمانيال تحديدا داخل حديقة أم كلثوم علشان نتابع أجواء الاحتفالات هناك بعيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكتر مع زميلتنا جيرمين إبراهيم، نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. هي الحديقة يعني بيتم عمل صيانة كاملة ليها، تم تطوير جزء الممشى اللي على النيل. يعني بالنسبة للحاجات الجديدة اللي تم إضافتها، تم إضافة مطعم للمكان بحيث أن الجمهور يبقى عنده دلوقتي متوفر ملاهي للأطفال في جزء على النيل كافيتيريا. الحديقة فيها مساحات خضراء، أولا دي بتوفر مساحات خضراء للجمهور اللي هو حابب أنه هو يجي يقعد القعدة اللي هي الشعبي، أن هو يقعد جايب فرشته وجايب أكله وجايب شربه ماشي معاه أولاده، في ملاهي أطفال ممكن لو حب يلعب الأطفال بتاعته بأسعار بسيطة جدا في متناول اللي هو المواطن العادي. من أجمل مناطق النيل الجزء الموجود في حديقة أم كلثوم، مش هتلاقيه متواجد في أماكن كتير جدا، في جزء منه تابع للكافيتيريا وجزء برضو اللي هو يعني للجمهور اللي حابب يقعد لوحده. بالنسبة برضو للقعدة المشاريف فيها أسعارها رخيصة جدا في متناول المواطن العادي. حديقة أم كلثوم حديقة ممتازة جميلة، سعر في متناول الجميع، سعر التذكرة 10 جنيه، ممتازة في قمة الجمال، خضرة وهنا على النيل، شغل ممتاز يعني. مبدئيا هي سعرها رخيص، ألعاب الأطفال موجودة لطيفة طبعا، يعني تقدري تقولي ممكن تطلعي كأسرة مصرية مثلا مكونة من طفلين يعني هتكلفك مثلا حوالي 50 جنيه، فده حاجة دلوقتي مبلغ صغير. النيل هنا طبعا شكله تحفة، الخضرة شكلها جميل جدا، فيعني بقول للناس كلها الحديقة هنا ممتازة.